السلام عليكم، مرحبا بكم في حصة جديدة. اليوم غنحاولو نحضرو مجموعين كريم باتيسيير اللي كنستعملوه في بزاف أو لا في العديد من الوصفات. هاد الوصفة أكيد مضمونة 100%، كيخرج رائع يعني لذيذ، وكيخرج حتى كيبري في واحد لابريونس زوين بزاف. نتمنى أنكم تجربوا الوصفة وأنها تنال إعجابكم. بالنسبة للمقادير، غنحتاجو 200 ملل ديال الحليب، غنحتاجو الكيس ديال الفاني او لا معلقه صغيره ديال الفاني بالنسبه اللي كيستعمل السائل. غنحتاجو 25 غرام من السكر حبيبات، هذا بالنسبه للخليط ديال الحليب والفاني والسكر اللي غادي نوضعوه فوق النار، غير يدفى واحد شويه، يعني المهم غير يسخن، يعني ما تخليوهش طلع فيه الغليه بزاف. يلا غير تشوفوا دوك الجناب فيهم واحد الفقاعات صغيورين، بارك عليه. في اناء اخر غادي نوضعوا 25 غرام ديال السكر حبيبات و20 غرام مايزينا او لا دقيق ديال الذره نشا، مع جوج صفار ديال البيض. اذا اول حاجه غادي نقومو بها هي غناخذوا الحليب ديالنا، نوضعوا فيه ديك 25 غرام ديال السكر سنيده ولا السكر حبيبات، مع نصف ساشي ديال الفاني. انا درت غير نصف، بس النصف الاخر نضيفه من بعد تبقى النكهه ديالو شويه قويه. غادي نوضعوه فوق النار كيف قلت لكم، يسخن ماشي يسخن، يعني يلا يطلع فيه غير شي شويه الغليه، يعني غنشوفوه يلا بدا كيغلي صافي نحيدوه، ما خصوش يفيض. في اناء اخر نوضعوا صفر البيض ديالنا، ونوضعوا السكر سنيده او السكر حبيبات، ونوضعوا النشا، نخلطوا الخليط مزيان. في الاول غيكون اللون ديالو اصفر، غنبقاو نخلطوا فيه مزيان حتى نلاحظوا باللي السنيده ديالنا او السكر ديالنا داب مزيان، مابقاوش عندنا دوك الحبيبات. وميم طون في نفس الوقت السكر كذوب والخليط كيتحول لواحد اللون هو ابيض، وكيولي الخليط كريمي. خصو ضروري يوصل ديك المرحله اللي كيكون فيها الخليط كريمي كيف ما غادي تلاحظوا في الفيديو معايا. من بعد غادي ناخذوا الحليب ديالنا اللي غادي يكون غلا، يعني يلا طلعت فيه الغليه ما تخليوهش يغلي بزاف، ردوا معاه البال. غادي ناخذوا وغادي نبداو نضيفوا على الخليط الثاني ونبداو نخلطوا كيف غتلاحظوا معنا في الفيديو. الكريم ديالنا او الكريمه ديالنا هي واجده، كتبري ومذاقها رائع، وصراحه يعني وصفه مضمونه 100%. الا تبعتوا الخطوات اللي عطيتكم اكيد غتصدق لكم 100%. بالنسبه للي بغى يخدم بها في ديك اللحظه مزيان، اللي ما بغاش يخدم فيها او اللي ما بغاش يخدم بها يحاول يغطيها بواحد الفيلم انيمونتير. داك الفيلم انيمونتير خصو يقيس لنا داك السطح ديال الكريمه باش ما تكونش واحد القشره من الفوق، فضروري خصنا نحطوها كيف كتلاحظوا بالفيديو عندنا. نتمنى ان الوصفه اليوم تكون نالت اعجابكم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى، والسلام عليكم.